كانت الخطية فيه تعتبر أصعب جداً جداً من الخطية في أي يوم عادي. أسبوع الآلام هو أسبوع تخزين روحي. أحب أن أكلمكم بعض الشيء عن أسبوع الآلام وكيف تسلكون فيه. أسبوع الآلام أو أيام المسخ المقدسة هي أقدس أيام في السنة، أقدس أيام في السنة كلها، حتى أن في اللغة الإنجليزية مثلا يقولوا على كل يوم من أيام أسبوع الآلام اليوم المقدس، يعني يقولوا The Holy Tuesday, The Holy Wednesday, The Holy Thursday, The Holy Friday، يعني يعتبر كل يوم من الأيام المقدسة. صحيح إن كل يوم من أيام حياتنا مفروض يكون مقدس، لكن بالذات أسبوع الآلام هو أكثر أيام السنة في حياتنا. وإحنا بنحاول نركز فيه حول السيد المسيح ونتبع خطواته طول الأسبوع خطوة خطوة، متأملين فيها ونسمع ما يخصها من القراءات. السيد المسيح صلبوه خارج المحلة. يعني ايه خارج المحلة؟ المحلة يعني مواضع الشعب المقدس، وما دام واحد خاطي ما يرجمش او يقتل او يصلب الا خارج المحلة، وهم واخدينه كده كخاطئ. وزمان كانت ذبيحة الخطية ايضا لا تذبح الا خارج المحلة، فالمسيح اخذوه وصلبوه خارج المحلة. وحتى عبارة خارج المحلة دي عرفناها من أقدم العصور، من أيام أبونا آدم وحواء. يعني أبونا آدم لما أخطأ هو وحواء أخرجهم الله من فردوس خارج المحلة، ما يكونش قاعدين في المكان المقدس اللي هو الفردوس أو الجنة. ولما الشعب أخطأ كلهم بعد حكاية قايين، ربنا أدخل في الفلك نوح وأسرته والكل بقوا خارج هذه المحلة وماتوا خارج الفلك بالطوفان. وهكذا أيضا على مر العصور وجدنا اللي بيخطئ خطية كبيرة، يعني حسب الشريعة اليهودية كانوا يقتلونه خارج المحلة بأية الطرق. فالمسيح بهذا الاتهام الباطل صلبوه خارج المحلة، ولذلك نحن نتبعه خارج المحلة بالضبط. إزاي؟ لما نيجي نصلي في الكنيسة في أسبوع الآلام ما عدا قداس خميس العهد، كلنا نبقى بعيد عن منطقة الهيكل أو بعيد عن الخرس الأول، ونبقى في الجزء الأخير من الكنيسة، الجزء الثاني يعني، لأننا لا نستحق أن نكون قريبين من الهيكل بخطايانا. ولأن السيد المسيح قد صلب عنا وتألم عنا، فزي ما قال
بولس الرسول إن هو يدخل في شركة آلام المسيح، يقول لي أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، فإحنا برضو نخش في شركة الآلام. تعبيرنا عن شركة الآلام دي إن أعمدة الكنيسة تكون مجللة بالسواد، أقمشة سوداء، والمنجلية اللي بنقرأ عليها الإنجيل تكون برضو تكون مجللة بالسواد، وتبقى الألحان ألحان حزيني. بس المهم إن ما نبقاش في مظهر الحزن داخل الكنيسة وبره نقعد نهيص زي ما احنا عايزين. ما يصحش هذا الكلام، مفروض نكون من داخل الكنيسة زي ما نكون خارج الكنيسة بالظبط. ولذلك في أسبوع الآلام لا يأكلون شيئا حلوا، كتير من الناس يقضوا أسبوع الآلام بالمية والملح، وبعض الناس في أسبوع الآلام يأكلوا دقة، وأكثر الناس متعة بالطعام يأكلوا حاجات زي النابت أو غيره. مش معنى النابت عشان ما يتعبوش كتير في الطبيخ، تتسلق تطلع مظبوطة وخلصت. من أهمية أسبوع الآلام، كان الملوك قديما يدوا أجازة للموظفين بتوعهم في أسبوع الآلام عشان يتفرغوا للصلاة وللعبادة وما ينشغلوش بحاجة تانية. وأيام ما كان فيه سادة وعبيد، كان السادة يعطون لعبيدهم أجازة خلال أسبوع الآلام عشان يتفرغوا للعبادة. ومن أجل قداسة هذا الأسبوع كانت الخطية فيه تعتبر أصعب جدا جدا من الخطية في أي يوم عادي، لأن مفروض إن احنا نسلك بقداسة في هذا الأسبوع. إن كان السيد المسيح قد حمل خطايانا في هذا الأسبوع وتألم بسببها، فمش أصول نزود عليه الحمل بخطايا جديدة. إذا كانت كل خطايانا بتغفر على الصليب بالتوبة، فمش أصول أبدا إن احنا نخطئ خطايا جديدة، نخلي السيد المسيح يتحمل آلامها على الصليب. أسبوع الآلام هو أسبوع تخزين روحي، نخزن فيه روحيات تنفعنا لما ندخل في الأيام الخمسين المقدسة وليس فيها مطنيات وليس فيها أصوام، فيبقى تنفعنا التخزين اللي خزناه أيام أسبوع الآلام. هنا وأقول لكم كيف بدأ أسبوع الآلام؟ إزاي بدأ؟ قبل ما يبدأ أسبوع الآلام، لأن السيد المسيح كان خايف على التلاميذ إنهم لما يشوفوه في آلامه يشكوا، عمل معجزتين عجيبتين جدا قبل أسبوع الآلام. واحدة منهم
منح البصر للمولود أعمى اللي ما حصلتش أبدا قبل كده، وتاني واحدة إقامة لعازر من الموت بعد أن قال بعد 4 أيام من وفاته، بعد أن قالت أخته عليه قد أنتن. تصوروا لما أخت تقول عن أخيها المحبوب قد أنتن. عشان كده بكى السيد المسيح، لأنه في موت لعازر شعر قديه الخطية كانت نتائجها إن الإنسان يموت وينتن. بالمعجزتين دول ناس كتير أمنوا أمنوا، لدرجة رئيس الكهنة في ذلك الوقت قال الراجل ده قاعد يعمل معجزات كتيرة وكل يوم يأمنوا به ناس كتير، ده بعد كده يبقى خطر علينا ويجي الرومان يحتلوا بلادنا إلى آخر. طبعا كل الكلام ده مش مظبوط، لأن الرومان كانوا بيحكموهم من غير كده ولا كده، وبيلاطس كان حاكم روماني. على أي الحالات بدأ الكبار بتوع البلد يتضايقوا منه، يعني الشعب البسيط بيحبه من أجل هذه المعجزات، والناس الكبار من رؤساء الكهنة وغيره بقوا يكرهوه. وبدأ التفكير في إنهم يتخلصوا منه. وبعدين يوم الحد السيد المسيح دخل أورشليم اللي هو أحد الشعانين. يوم الحد السيد المسيح دخل أورشليم، استقبلوه بزعف النخل وبأغصان الزيتون، وقعدوا يهتفوا أوصلنا يا ابن داود، أوصلنا في الأعالي، وهتفوا به كملك أيضا. الكهنة ابتدوا يتعبوا، ازاي بيحصل الحاجات دي؟ فكان دخوله كملك. مش بس كده، وانما ايضا لما السيد المسيح دخل اورشليم طهر الهيكل، وجد في الهيكل حيوانات وطيور وحاجات زي كده، فمشاهم وقلب الفلوس بتاعتهم في الأرض، وقال لباعة الحمام شيلوا الحاجات دي من هنا، ووبخ وقال بيت أبي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ابتدي الكهنة اتضايقوا من معجزاته الكبيرة، واتضايقوا من حكاية الناس اللي بيؤمنوا به بسبب المعجزات، وخصوصا بعد إقامة لعازر، واتضايقوا من دخوله كملك، واتضايقوا من أنه بالسلطان العجيب بدأ يطهر الهيكل، فبدأوا يفكروا إزاي يتخلصوا منه. واحد منكم يقول طب الكهنة الكبار دول بيحسدوه بيغيروا منه، خايفين ان هو يبقى الزعيم ويضيع مكانتهم او ياخد مكانتهم. طب الشعب البسيط ده اللي معجب بمعجزاته، ازاي دول الاخرين انقلبوا عليه وانضموا للي بيقول اسلوبه اسلوبه؟ ايه يعني اللي حصل؟ اللي حصل ان الشعب كان عايزه يبقى ملك عليهم يفتخروا بيه ويطرد الرومان ويبقى ملك يفرحوا بيه. فالسيد المسيح عايز الملك الروحي مش عايز الملك الأرضي، فلم يقبل هذا الملك،
وشعاره اللي بيقول بيه مملكتي ليست من هذا العالم، فكأنهم خاب ظنهم فيه أن يبقى الزعيم اللي يحررهم ويفتخروا بيه. عشان كده انقلب الموقف. السيد المسيح بعد أحد الزعف وبعد ما الكهنة انغازوا بيفكروا أنهم يقتلوه، بيقول الكتاب إنه ذهب إلى بيت عنيا واستراح هناك. يعني ذهب لبيت عنيا واستراح هناك؟ بيت عنيا يمثل القلوب المحبة للمسيح. بيت عنيا اللي فيها كانت بلد لعازر ومريم ومرثا، فيها الناس اللي بيحبوه. فساب أورشليم مدينة المؤامرات ومدينة السلطة بتاع الكهنة ورؤساء الكهنة والدسائس اللي بيعملوها ضده، وذهب لبيوت أحبائه في بيت عنيا، وأصبحت عبارة بيت عنيا تمثل القلوب المحبة للرب. لما الرب ابن القديم وجد الشعب كله مشي بالفساد، وجد له راحة في قلب يحبه هو نوح، فأصبح نوح يمثل بيت عنيا في العهد القديم. ولما أخرج الشعب من عبوديتهم في أرض مصر وأدخلهم في البرية، والشعب دول بدأوا يعملوا لهم عجل ذهبي ويسجدوا له، وجد الرب له بيت عنيا في موسى النبي اللي كان بيحبه ويقعد معاه في الجبل. وهكذا أيضا كان الرب في أورشليم المتعبة اللي قال لها كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، وسط هذه المدينة اللي مملوءة بالناس اللي بيتأمروا عليه واللي مملوءة بالناس الأعداء ليه زي الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين والكهنة ورؤساء الكهنة، وجد له بيت عنيا يستريح فيه في قلوب الاثني عشر وفي الناس اللي بيحبوه، حتى وهو على الصليب وسط صياح الناس أسلبه أسلبه، وجد له قلوبا تحبه في العذراء مريم ويوحنا الحبيب والمجدلية، كل دول اللي التفوا حول صليبه، وأيضا نيقوديموس ويوسف الرامي. بل إن السيد المسيح وسط هياج الناس عليه على الصليب وجد له قلبا يحبه ويؤمن به، وهو اللص اليمين، فقال له اليوم تكون معه في الفردوس. عشان كده احنا في ألام المسيح، طول ما شايفين المسيح بيتألم من أجلنا في هذا الأسبوع نتابعه بالصلاة في كل ساعة من ساعات البسخة، ونقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمانوئيل إلهنا ملكنا، نحن نعرف من أنت.
وهذه هي التسبيحة اللي بنقولها طول أسبوع الآلام. نقول له يا رب الناس دول بيضطهدوك، ولكننا نعرف من أنت. أنت عمانوئيل إلهنا، أنت اللي ليك القوة والمجد والبركة والعزة، اللي هو اللي احنا اللي بنقول فيه ثوق تيتي قوم نمبي او نمبي زو نمبي اماهي شايني الى اخر. ثوق تيتي قوم يعني ليك القوة. اسبوع الالام ارجو ان تهتموا بقداستكم في هذا الاسبوع، ويكون أسبوع نسك لا تتمتعون فيه بأي شيء من أمور الدنيا. وأرجو من الآباء الكهنة الذين حولنا أنهم في المدة الفاضلة دي يتفرغوا على قدر إمكانهم لقبول اعترافات وتوبة الشعب اللي عايزين يستعدوا لأسبوع الآلام. وفي أسبوع الآلام، لأن الكنيسة عايزاكم تتفرغوا للعبادة وللمسيح بالذات، منعت رفع البخور في أسبوع الآلام إلا في خميس العهد. وأصبح إذا كان في مرضى أو موتى في أسبوع الآلام، بالنسبة للي مرضوا في أسبوع الآلام ما فيش سر مصحة مرضى. عملت لكم هذا الأمر في جمعة اختام الصوم، في سر مصحة مرضى عمومي للشعب كله، يصلوا على الزيت ويرشموكوا بيه ويعملوا أنديل كامل لكل الناس عشان ما يحتاجوش لهذا الأنديل في أسبوع الآلام. وكذلك اللي يموتوا في أسبوع الآلام عاملين لهم الصلاة على الموتى بعد قداس خميس العهد، سموه الجناز العام. بس هناك ملاحظتان أحب أن أقولها لكم. الملاحظة الأولى، يوم حد الشعانين عيد سيدي، عيد سيدي نفرح فيه، فما يصحش أن الآباء الكهنة عشان يختصر الوقت يبتدي يقولوا الألحان الحزيني بتاعت أول ساعة من ساعات البسخة. لا، ساعات البسخة تبتدي بعد الظهر، لكن الصبح ده عيد سيدي. فيه صحيح الجناز، لكن ما فيش فيه الألحان الحزيني بتاعت البسخ. نفس الوضع في خميس العهد، ده عيد سيدي برضو نفرح بيه، فما يكونش فيه صلوات بسخة بعد القداس مباشرة، تبقى بعد الظهر. ويكون أسبوع الآلام مركز في السيد المسيح، نتتبع السيد المسيح في هذا الأسبوع، وتتقال فصول الإنجيل الخاصة بكل خطوة، وفي نفس الوقت تقال نبوءات العهد القديم اللي تناسب كل ساعة من ساعات هذا الأسبوع. ربنا يجعله أسبوع مبارك.